أنا ألبس دائم واحدة كمامة، وفي زملاء لي يلبسون كمامتين دبل، يعني نروح مع هذولا ولا مع هذولا؟ أول شيء السلام عليكم أخي عبد الله، يشرفني أكون معك مرة ثالثة يتهيألك في برنامج الراصد. تشرفيني دايم. الله يحفظكم يا رب. موضوع جدا مهم، الكمامات. أحسن نوع هي الكمامة الطبية، وما ايوه يحتاج أبدا نلبس كمامتين، واحدة كفاية. الكمامة الطبية مصنوعة من 3 طبقات، يعني لو قصيناها وفتحناها حنلاقي إنه موجود فيها متكون من 3 طبقات. هو أهم شيء تلبس صح، مش الحكاية بالعدد، ايوه الحكاية اعطينا بالعدد الطريقة أهم دكتورة، حاجة. كيف نلبسها صح؟ هو أنا أفضل أكثر شيء اللي فيه المطاط اللي يتصل بالإذن، مع إنه ايوه إحنا كمحجبات يفضل لنا اللي اللي فيها زي الحبال، بس زي هذه الحبل. تتحرك كثير فتخلي إنه ما هي محكمة على الأنف. وأهم حاجة أحب يعني أكدها، في وصلة حديدية هنا، هذه لازم تنضغط وأتأكد إنها على يعني جاية على مقاس أنفي تحديدا، اها مغطية كويس. في ناس يلبسوها بالمقلوب، فأنا كثير ناس أراهم أقول لهم لا، كمامتك بالعكس اها الحديدة هي اللي تكون، فما يحتاج يلبسوا كمامتين، هو بس نلبسها صح ونتأكد إنه الجزء العلوي مقاس الأنف، ومن الأسفل هذه مغطية الدقن، يعني ينزل مغطاة للدقن من أسفل. يعني انا الشباب يقولوا لي في ناس عندنا هنا يلبسون كمامتين، فاقول له ليش؟ قال حماية بلس. هل هذا منطقي انه حماية بلس؟ لا ان شاء الله ما يحتاج، احنا اول شيء الحمد لله يعني فخورين ان نكون مسلمين، فما نبغى يعني نتساهل، نبغى ناخذ بالاسباب ونعقلها ونتوكل. كيف نعقلها ونتوكل؟ نتحصن ونلبس كمامه واحده ونلبسها صح بالطريقه الصحيحه. ابدا الكمامه الطبيه ما يحتاج تلبس 2 منها، بالعكس حيكون صعب التنفس، ومع الوقت الناس حتنفر منها من ارتداء الكمامة. وللأسف الفترة الحالية صارت الكمامة جزء من الزي، يعني جزء من حجابي، جزء من صحيح. شماغك أخي عبد الله، فضروري جدا ارتداء الكمامة بالطريقة اللي تريحنا. انا ما فبس البس، كمامة واحدة انا دكتورة كفاية. ما البس كمامة، احط اتلطم بالشماغ يجوز ولا كذا يعني؟ لا كذا نزعل منك ايوه أستاذ كذا عبد الله، بس، الفتوى لانه في حقتنا. ناس يعتقدون ان الشماغ يحميهم، لانه اشوف كثير لما يطلع بينزل من السيارة يروح له مركز تسوق يحط الشماغ كذا ويمشي، فيعتقد انه كذا حيحميه، ترى هذا ما يحميك، هذا مو صح. لا صحيح، وحيكون يتلوث، وبعدين تلوث انت كل شيء اذا هو لمس حاجه ملوثه، وبالاضافه ما تضمن انه الطبقات حقت الشماغ تمنع من انه يجيك الفيروس، او اذا انت لا قدر الله، لا قدر الله اذا انا شايل المرض، لو انا تلثمت بالطرحه برضو حاعطيها صح للمحيط، فمن باب المسؤوليه المجتمعيه انه انا احمي الاخرين من احتمال اكون انا شايل عدوى في نفس الوقت. هل النقاب يحمي إذا واحدة لا منتقبة؟ هل يحمي ولا النقاب؟ نقاب، ولا نقاب يحمي. أنا دائما أقول للأخوة المنقبات إنه يرتدوا الماسك وفوقه النقاب حقهم، لأنه النقاب في العادة بتلاقيه طبقتين خفيفة جدا. طيب، لبس الكمامة، الوقت الطبيعي لبس الكمامة، كم الوقت اللي يلزمني لألبس كمامة وبعدين أغيرها؟ شوف، إذا سؤال جدا ممتاز. بالنسبة للكمامة الطبية احنا بنقول إذا أنا حسيتها الله يكرمك مبلولة أو فيها عرق أو لبستها فترة طويلة لازم أغيرها يعني في نفس اليوم. زمان قبل الكورونا كنا نغيرها بين كل مريض ومريض، بس الآن عشان التفشي وعشانها جائحة، فوقت ما أنا أحس يعني في الشفت حقي ولا خلال العمل إني حسيت إنه الكمامة صارت رطبة، يعني ما عاد صارت تؤدي فعاليتها، فأحتاج أبدلها. هذا بالنسبة للكمامات الطبية. أما بالكمامات القماشية فعاليتها تعتمد على كم خيط في كل طبقة وعلى كم طبق. ايوه برضو مفضل يكون 3 طبقات، أو كل طبقة تكون سميكة ونفس الخيوط اللي في كل طبقة تكون عالية. كل ما كانت عالية كل ما كانت نسبة ترشيح الفيروس بأمر الرحمن تكون عالية. فإذا أنا كنت لابستها أقدر أغيرها كل يوم، أغسلها كل يوم تغسل، بس إذا أنا فرضا شلتها وأرجع ألبسها تاني في نفس اليوم، أفضل أحتفظ بيها في مكان، في كيس بلاستيكي أو كيس ورقي، وبعدين حتى لما أجي أطلعها عشان ألبسها تاني أعقم يدي قبل وبعد، لأنه حتكون من بعد الاستخدام الأول حتعتبر ملوثة. فنسبة إنه أنا أمسك عيني وأعدي نفسي بأي حاجة، أو أمسك أي سطح وألوث للآخرين،
تكون برضو احتمالية واردة. وإن كان أثر الأسطح في نقل الكورونا أقل من يعني أهم شيء التباعد الجسدي أو ايوه التباعد أيوه التباعد جسديا طيب ونظافة الأرض. طيب دكتوره، لما نتكلم على الكورونا المتحور، هل يحتاج منا ان نسوي اجراءات اخرى غير اللي قاعدين نسويها بالكمام، لبس الكمام والتباعد الجسدي؟ لا ما يحتاج، ولله الحمد ما يحتاج تسوي غير انك انت تلتزم بالتعليمات اللي صرحت بها وزارة الصحة، اللي هي تفادي التجمعات، التهوئة، التباعد الجسدي، تنظيف اليدين باستمرار، ارتداء الكمامة نعم لو حسينا بشك، وناخذ التطعيم اذا كنا من الفئات المستهدفة زي احنا ممارسين صحيين من الفئات المستهدفة، فاخذت التطعيم ولله الحمد ما صار ولا حاجة ولا في مضاعفات. بإذن واخذ التطعيم جدا مهم، هو نعم يعني بأمر الله الطريق الواحد يعني الوحيد للخروج من الجائحة بسلام. بإذن الله. سلامنا أهم شيء للوالد، الله يطول بعمره ويخليه لكم إن شاء الله. شكرا الله يخلي جزيلا لك أحبابك، ولأهلك ووالديك يا سيدتي، شكرا لك. الله يسلمك، شكرا.